يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. دسوا لكم أفكارهم بها الفسوق المرعبون، يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا، يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أناسنا خيارتا قيمها هي قدر انت حشمد قالك أنك مذنو داوذي الكسور واذا برامج كينا نولوش إسلام كا تضبات كان داوذي البرامج كينا وحين كسو قادن دونا قدباي كمد نقل دونان. مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تفجروا. وحبنا أنو كغور ميدون أساس ككعبة بركيسنا مكة يا تاريخ ذا حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم سيدوك البرامج كان وحين كسو قادن دونا ووريسي آن الله لنا الشيخ عثمان علي حسين وكمد علماء واوين الدل كينا وحنا الشيخان كوريساني أميدا بشب بركيساني ربضان أي أولا ذا قفك مسلمك إسلامركا أنا بشب بركيساني ربضان محايكا قصو عانتاي بلا أكلي سيدوك البرامج كينا وحين كسو قادن دونا وحبنا نقوم قعدني عاوي ولالكا مسكينكا داوذي الحبنا سي حبنا كلوحي سبدان وحين كودا داون دونا برامج كينا هدي الله يدمو. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون هذا بدأ وضيع القضب كوجوري برنامج كنا أي وحنا كسو قادم دونا حبين آنو كجور مدونو أساس ككعبة بركة سنة مكة يا تاريخ نولد كي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم إدا وشوعا. مكة وقابتها وقو بركة سنرك قود كيس وانا قرق إلهي اي وقوه ري اي ايدسان نبي إبراهيم يا إسماعيل. مقالة مكة وحاي سو مرتي قرنية إيا قوما بدن او إيساكا قدن بي يدو مكة أسل كيدو هرا أي هايد قوب قللان او آن لحين بي إيا باتونا. قرنقي تدباد ميلادي وحا كسي دحفافتي مقالة مكة إيا إهل كيدا دين لآن عابودي دا سنبيدا إيا سمينتا حمانتا كوريا دو مقالة مكة يهي كوبلو غاريا إلي عابودي دا إلهيو كليا وحانا دقنا قبيل كرير قريشيد إيا جفوين كيسا كسي فرعاما رير قريشيد وحي مسؤول كأهايين دريالي دا كعبة دا سنبيدا إيا وادي قد حجاجتا سمعادية كرامة بدن باناي كغهيلين قبيلة دي عربية دي كالي وحاني مكي نقطة قوب سامين وين كويلة تردمان عالم كوردن كدين مركي وكا سودح بحي نبي حمبارسن فرينتا إسلاني مده او اه ان آل لو غاريولو عابد ديسا كرياها رير هاشيم وحاي اهايين كو الشرف كار لها وحاني جيها غارك كتوسناين بيت الحرام كا كريا عبد المدلي بن هاشيم وحوها قرقي وكدر شيء نبينا صلى الله عليه وسلم وحانو انتي رسول كابيه بلا يركور انتي آنو دلن
وحان السيوين وقفر حيدا لشد النبي أوغي عبد المطلب بن هاشم إساقو مركيب أقاذي كعبد الدحديد وحان أوبحي محمد سيدي عادد واحد رير قريشيد أوغي وحاو أدري رسول كبادية سياي أسو ناس نوتيان رير بن سعد إسلامر كان أوهيلو هو سافئة كوريتان في عن يأفته النمو صدح سنة كدب وحاو أسو لابتين حريستا يحنا ندهو يدي تاس أو أن أدونك كلهين إساقمو يعني حكمة دا الله رسولك هو يدي آمنة بنت وهب وحي غيريوت يدو أو سفر كاكسو سعوت مقالة دا مدينة وحانا لغو سو آسي ديگان أدحي مكاية مدينة لونا يقان أبواه رسولكنا وحاو مركاتري لحسنو وحان مسؤولية ديسي سوقاتي أوغي عبد المطلب كعيلك أوقبين وحاو مركز تفريسين تري قوغوش يسا إساقو كفاني تري كعيلك أوهيو المهاير لكن دريال كاسي مسي وارن وحان كاهين لبسنو كليا وقتقاس أوو غيريو دي رسولك أوغي عبد المطلب رسولكونا وحاو مركاو تري سيدي سنو كفالة ديسة يكريتان كيسبة وحا مركا دكتا أسوريتي رسول كاذيركي أبو داليب وحانو كمن نغدى عرور تيسي أوكو أها تضبا مركي أو رسولكو غاري لبي يتوانتير أذيركي أبو داليب أيا أوكا حيسي سفر كيسا غنعسي إي أي كتاقين مغالة الشام مركي أي مريين ميشا بسر ليرا أيا وحا أي لكل من الراهب أو رسولكو كو أركي أستامه النبي نمدى وحانو أذيركي أوكا ديجي إن أوكا إلاليو خطرت يهودا أذيركي أبو داليب وحاو كسو علي رسول كمكا سي اوغو بربارو أخلاق دا حشودك يكفوغان شا عابودي داس نامتا اي اوكا كسو عاني هاي عرور تقيركي مركي رسول كينو غاريشن يتوبنتير وحاو أذيردي كلاقب غالي دقالو يقاني حرب الفجار وحانو مركا رسولكو اوديارين يي لاببكا وحلقو غانو سيدو كلا وحاو كقيب كلي هشيس لغو قبتا قريق عبد الله بن جدعان اي لوغو هيلينا يددك مساكين تا سو قلتك يددك لدولمو وحانو ألك إلالي حلقي داني يرديسا ان او كدعو وحي اي كدعين داني يردي جاهلين تا اي اها تمشدا سمين تفاحشوين كحنحن وقتيغا وحا سيدا عاد عيدا لو أركي توسنانتام إيهاب دقن كيسا ويناغسن إلا أي كومغا عابين با أمين مركي رسول كينو غاريشن إيه لباتان تير مروا خديجة بنتو خويلد أو أهيد قبر غنعصتا أيا رسول كا أدورتا إن او سفر كيدا غنعصي شام او كلاوه ليولا أدون كيدا ميسرا وحانو مركا رسول كو أسوكو تي سيدي اوكو فيعنايد ميسرنا وحاو كسو لابتي سفر كيسي إساقو أمر وخديتا وغو ورمي عجايباتك وكسو أركي رسولك سيدا إلالين تأمانة دا يا أخلاق دي سآتك وصريسا مروا خديت وحاي كيشي تلمامها سويناكسن إي قبر واليبا كرد جيسا إن ويشو نكا أي مستقبلك نلوش اللوذاق اللهيد وحاني مروا خديت إسكو ديري قليسي إني رسولك أسو مرتوم متكم مداددك أقدو رسولك رسولكونا واو قلادي إسلام مركانا واو قرسدي مروا خديتا إساقو دأدي ستهايشان يلباتن تر وحاد تغيسان دبادن محمد ابن عبد اللهينا وحا أسي سيادي كباري نقشادا عابودي دسانبيادا إيحاد قدبيادا وحاني مروا خديت كسي فايزي حبيب كينا مدلها أستامهن وناكسن وحاوها مدحريري رحن كيسا وحانو عاويا كتاك تدران وحانو وحسيا كوحلا وحانو كالميا قفك رباطيسا مركي رير قريشيد اي قوان سدين انك عبد اي دبو ديسان اسلام مركان اي وحييليين داددكو ايا وحايسكو قبسدين اتي لغا حشرفت له لغي لهايد قوبتيسا وحاني كسكتين اني اسكو ديلان مركي دنبه وحاي اسكو وافقين ان اوكا لحكومو قفك وقوه ريي اي سوغل بيت الحرام كا وحانا نقضي قفكي وقوه ريي رسول كان محمد وانا كفرحين دمان تود رسول كو وحا او قوغليكو وحانا وطولدقي دقحي مدوبا اسلامر كان وحا او كدل بدي خيريه اسكو خلافي ان افرت الدرف اي كر اقادان كعميس شرفت الهبانو كودقي
goobtiisi waana ku farxeen dhamaaltood sida cadaaladda ah ee uu sameeyay. markii xabiibkeenu daadiisu ay ku sii siqaysay 40 sano isla markaana uu gaar u noqday inuu ku noolaado hogga qaaru xira isagoo u fiirfiirsanaya samayska koonkan iyo xaalka qoomkii ayaa habeen habeenada bisha rabadaan ka mid ah isla markaana uu ku sugnaa hogga qaaru xira ayaa waxa u yimid jibriil calayhi salaam isagoo ku soo dejinaya waxyiga uga imanaya rabbigay koonkan lahaa jibriil calayhi salaam wuxuu ku yidhi nebiga akhri nebiguna wuxuu u jawaabay ma ihi mid wax akhriya jibriil wuu ciijiyey rasuulka waxaanu qabtay cunaha ilaa uu rasuulku dhib weyn kala kulmay kadib uu sii daayey haddana jibriil wuxuu ku yidhi nebiga akhri nebiguna wuxuu ugu jawaabay ma ihi mid wax akhriya jibriil waxa uu ku dul akhriyey aayadahan iqra' bismi rabbika alladhi khalaq ku akhri magaca rabbigaaga wax walba abuuray خلق الإنسان من علق ابن آدم ككابو ريحنشر اقرأ وربك الأكرم أخري ربي قانا أهك شرفت يديك دبضا الذي علم بالقلم اي مخلوق قنيك وحكو بري علم الإنسان ما لم يعلم وحانو بري بري آدم كوحانو أقون اللهين rasuulkii oo gariiraya oo argagacsan ayaa ku soo laabtay gurigiisii waxaana uu marwa khadiije ka codsaday inay dado waxaanay marwa khadiije dejisay rasuulka iyadoo u kacaysa mid ka mida aqaariibteeda oo ahaa wariqatu ibn noofal oo haystay diinta nebi ciise waxaana uga waramay inuu yahay waxyigii nebi muuse ku soo degi jiray muddo ayuu ka maqnaa rasuulku waxyigu isagoo ka warwarsan intaa kadib waxaa ku soo degay waxyigii si qalbigiisa loogu sugo nebinimada yaa ayuha almudathir kaagan istuuduubayow qum faandir kacoo dadka u dig warabbaka fakabbir rabbigaana weynee wathiyaabaka fatahhir dharkaagana nadiifi warujza fahjur caabuditaanka asnaantana ka dheerow waxaana xabiibkeenu bilaabay in uu dacwadda ugu yeedho aqaariibtiisa si sir ah in cibaadada alle loo gaar yeelo waxaana ka mid ahaa dadkii ugu soo hor ajiibay qaadashada diinta islaamka khadiija oo ahayd ooridii rasuulka abuubakri sidiiq cali bin abi taalib iyo sayid ibnu xaritha waxaana uu rasuulku dacwadda si sida u waday muddo 3 sano ah waxaana wakhtigaa ka islaamay tiro yar oo ka mida qabiiladii fara badneyd ee reer qureysheed daawadayaal waxaan filayaa inaad aad ugooda bogateen haddii alla idmo toddobaadka dambe ayaynu ka sii aanba qaadi doonaa halkiisa qaybtana waxaynu ku eegi doonaa waraysi aanu la yeelanay sheekh cusmaan cali xuseen oo ka mid ah culimmada waaweyn ee dalkeenna waxaana sheekh aanu ka waraysanay aamiyadda bisha barakeysan ee rabadaan ay u leedahay qofka muslimka bismillaahi raxmaani raxiim seen wada ognahay dad muslimiina maadaama aynu nahay dee bisha ramadaan waxa ilaahay inagu waajibiyey subxaanahu wa tacaala inaynu soomno soom ayuu inagu waajibiyey soomkaasina waa rukni amba tiir ka mid a tiirarka islaamka tiir ka mid a tiirarka islaamka weeye muslimiintuna iskuma khilaafsanaa soomku inuu waajib yahay bisha waxaanay ku sugan tahay waajibnimadeedu kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo ijmaaca ummaddaba allah wuxuu yihi subxaanah wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah wuxuu leeyahy waxaan idinku waajibiyey isagoo la hadlaya dadka iimaanka leh soomitaan aada soomtaan bisha ramadaan sidaa loogu waajibiyey oo kale ummadihii idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun macnaa xikmadda ku jirtaana waxa weeye soomka qofku wuxuu ka kasbanayaa amba ka helayaa amba aynu ka faa'iidaynaa waa attaqwa attaqwa ayaa laga faa'iidayaa idan markaa soomku waxa kaloo rasuulku sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh tirarka islaamka ee 5 mid ka mida inuu yahay bunel islaamu calaa 50 oo isan iska wada garanayno soomkuna waa tiir ka mida 5 tiire ee islaamku ku dhisan yahay soomku wuxuu leeyahay amba bisha ramadaan ay kaga duwan tahay bilaha kale waa soomitaa waajibinta la waajibiyey inaynu soomno
صوم كنا معنيه سوى حوية الإمساك قفكو إنو كتشوك صدوح كسو صوم كيسا جبينيا إنو إسكا دايو إسكا قند دايو إساقو إلهي سبحانه وتعالى كعابو دايا أو ماركتي ما هاو جيدادو إنو صوم قفكو إنو ماركتي إسكو إيديو أمبا دادك قاركود بمركة مضهرة دايان صوم مقاشا حبسية داي ماركتي عندو كسوميد بيسميا وحيبها صور لاني صوم لما إلا هذا مركة سوميتانك وحلولة جيدا التعبد لله معنا قفكو إنو صوم كو إنو كل عبادي سنينة وأنا عبادو حبينكي أينو نيي سنينو أينو الله إيمانينو وأيو نييدو وشيغ كليا عملكا شيغ عادادا إيا شيغ عبادادا لغو كالصارة رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحاول من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قفكو هدان الصوم كان نيي سنين هبيني مذي انتا واقو بري وحصوم الله يهي مترتو معنا مركا صومكو بيشان رمضان وحي كيقدو وانتا هاي سوميتان كا أينو سومينو laga bilaabo waagu markuu bariyo ilaa qorraxdu ay ka dhacayso oo qofku iska ilaalinayo muslimki waxyaabihi soomkiisa wax u dhimayo dhan haday burinayaan iyo hadii soomkiisa ajirka ay ka nusqaaminayaan labadaba tayib haga fadliga marka laga hadlo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay bisha ramadaan idha jaa ramadaan la waxa uu isniidhi bisha ramadaan maxay kaga duwantay bila kale idha jaa ramadaan futihat abwaabul janna bisha ramadaan markay bilaataba waxaa la furaya albaabadii jannada ayaa la furaya amaashii wanaagsanayd baabadanaysa oo qulqat abwaabu nar albaabadii naartana waa la xidhaya wasufidati shayatin shayadintina waa la silsiladeynaya macna shayadintii dadka duufsanaya ee luminaya shayadinta marka leeyahay waa shayadintii jinka oo ogowbay hadaa in suugba shayadin uu yeesha dadka lumiya oo duufsada oo karkaarka weydaariya way jiraan laakiin kuwa la xidhaya waa shayadintii jinka weeyeen idan marka amalkii wanaagsanaa ee saalixaaba badanaya waxyaabaha bisha rabada ay kaga duwan tahay bilaha kale taa weeyeen ayaa ka mid ah in albaabadii jannada oo dhan la furay albaabadii naarta la xidhay macnaha ficna waad fahmaysaan oo cidda la furay oo dadka rumaysan ee ahlul iimaanka ah cidda naarta laga xidhayaana waa dadka muslimiinta ah shayaadiintana si aanay u carqaladaynin cibaadada inuu sameyn inuu ilaahay inuga xidhaya waxyaabaha kale bisha ramadaan kaga duwan tahay bilaha kale waxaa rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qofku hadduu soomo bisha ramadaan qofka sooma iimaanan billaah macnaa isagoo alla rumaysan iyo alla wuxuu faray inuu rumeeyaba iyo waxtisaaban isagoo alla darti soomka ula jeeda يا إلهي سبحانه وتعالى سوء أبا المرين كدونية وغفر له ما تقدم من ذنبه حديثكم متفق عليه وحل الله في الذنب يدي سيودان غفر له ما تقدم من ذنبه وحكستو تقول ذنوبتي سكم إذا أي الله نافيا إذا وحيا بها بشر رمضان إكي قدو انتهي بلاها كلام وحيا بها إكي قدو انتهي وحكم إذا يعني قيام الليل إلي تراويح دان إيا التهجد كان إيا قيام الليل كان وحنو دواء عبادها بين كلا سمين أيو een habeen kasto sanadka kamid qofka muslim markuu la yimaadana ajir uu ku helayo laakiin qiyaa salaatu taraawih amba qiyaam leelka qofku habeenkii uu tukanayo amba uu cibaadeysanayo waxay ka duwan yihiin habeenada kale aanay bisha ramadaan ahayn waay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man qama ramadaana iimaana wa ihtisaaban qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi macna qofku hadii uu habeenkii tukado oo cibaadeysto oo kaco إلهي وحو دافيا ذنبي سو هرى كيسي دم ذنبي سو هرى دافيا غفر له ما تقدم من ذنبه معنى قفكو هدي اسكا الى لي ذنوب تا وين اي كبائر تا وناغنا اوليما دو اجرك انت ليك بكم دناي ان بشهر رمضان وحي كغا دوونتي بلاها كاله او انا بلاها كاله كوبا جيرين وا لغا يابا ميلها قار كود ان لا وداغاني وحا كميد اه هبين كان ليله القدر قال لي دحد ليله القدر وهبيني الله اكتي سكوين وهبينكو الله بلابي سبحانه وتعالى سودجينت قرآنك كريم كافا معنا تام عنه ذو حوية وهبينكو الله سبحانه وتعالى كل هذا لي نبي الله محمد كتاب إمارة قرآن كيسا وحيقان أوه الرأي سيدو كلا بشارة الليلة القدر دي قرآن كوحو الله ينوغو شيقي سبحانه وتعالى خير من ألف شهر بلا كنا ينو كخير بدنيا تام عنه ذو حوية مركا لسكو عالي لسكو لفتو لو ريس تيتن سنضوض عمل وناكسن ود سمين السائل وكخير بدين هبين كاسو كلي هداد عمل وناكسن لاتماتو إن هبين كلينا بشن رمضان ومبو كترا سقالي اللاتن كيدا هداي سقالي اللاتن نقطو إيا هداي سدو نقطابا تام عنا هدو حوي يقوفكو هدانو إساقو الله إيمانين قبو ضيعات دا إيا قابنتا هبين كان قوفكو مسلم كي مبو واي كرابا
way sidan ka habeen baadad cibaadaysato salaada taraawixda iska tukato doyto jamaa muslimiinta adla tukato hadaad rag tahay hadaad dumar tahay gurigaaga iska tukato hadaad jamaacada taraawixda la tukato ma dhici karto in habeen kale leeyahay qadriga aad weydaba habeenku isaga dadka waaya qofka la waayay habeen kale ma waayo macna qofka hadduu isagu soo jeedi waayo cibaado wanaagsan la iman waayo oo ilaahay darsi ay ka noqon weydo leeyahay qadriga heli maayo laakiin habeen kanu sodon kanu ku jira marka waa surtaagaysa oo baad gelinaysaa bisha ramadaanba sodonka ba koow ilaa sodonka markaad habeen walba taraawixdaad la timaado la khasab weeye leeyahay qadriga inaad waafaqdo kaliya wax lagaaga baahan yahay iimaankaaguna inuu fiican yahay إخلاص لله هنا عبادات أي كاتها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن مركا قف طيوق مسلمين توأين كود دالان إن فرصة داس آن الضيعين أو آن اللومين ويوح كل آفايا مؤقز سنة كتنب إن تقاري دونتو حتى تقاري ضد بدنو قاري بأن هدنا أوضو يران إن الصومان مركا وإن آن الضيعين وحيا بها يبشر هذا كدو وانتهي بلاها كالا انت سنك سوكو بكر داوذي الوحان فيليا اند كفاية دي ستين ورئيسيقا ونوسو جيدي الشيخ عثمان علي حسين قدب كاحيقا ايا وحاينو كسو قادن دونا حبين آنو كاقور رمي دونا فايدة دا اي اولا دا اي قفك سو من تميرتو هدبور بحين تاسو فافاسا اي نكوذ داوان دون برامج كينن والنخل باسقات لها طلع نضيد وحانو سو سارني جي تيميريد ايغو اه كوا دادير اوله ميرو اردن اه او اسكو درسيسن داو ديال ميرا جيت كا تيميرتو وا ميد فايده بدن اول جيركا بني ادمكا ومدي هورونا وحا او جيت كان تيميرتو او عنتدو دو غوميمسن تمرتوا قدرت بسيلة كتيران نسبة أوجب ذين معانك كدي مرج بعد تناذ لجو سمي مراه جد كتمرت وحل أجاد إن كتيران مع نفر بدنه مهم وشركة بني آدم ك سد إنه كقيب قات كريتان كشركة ينو شركة كيل على حنون بدن أما بالدفاع وياهي هدبا بعد الناس لقاي لي تمرتا وحا كمدا معدن كالشيم او ادكيس لفا شركة يم معدنها فوسفورس بتاش يم مغنيش يم كلورين ايرون يو كوبر سيدو كلامبدا قيدكا تمرتا وحا كوشرا كاربون هيدريت بيو دوح معدن ملح اي فيتامينو سيدا فيتامين اي فيتامين بي فيتامين بي تو يا فيتامين سي داوذيال انتا اينا سو قادم فايدوين كيدا بدن اي جيركا سيسو اي وليبا عذر دا اي داوذة كتاي بلاين سو قادنو دينتا اينا اسلام كومينو قديري قلسي استعمالكا تمرتا مركي مريم عليه السلام اي فوشي قبتاي وحاو ألا كييري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا حقاقة أسور احجر دقيت تميراتك وحيكو صدادين تمير بسلاطي عن أعب أكوين لدوكسو المهاقة هناك ورورين حبيبكنا محمد صلى الله عليه وسلم وحكا السقنا ذي إنو هامدكو أفرو حوقات تمير أهي بيو أما با تمير إيعانو كور إنتا آنو سلا دوكعين هذا تمرت أو لقو أفرا وعد حال أينو كان لي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا أفطر بالتمر رواه النسائي وصححه الألباني صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وحويري وحو الرسول كوب بلا بنت لي أفركيس التمر qofka sooma jirkiisu waxa uu isticmaalaa inta uu sooma yahay oo dhan sonkorti kaydka ahayd ee ku kaydsanayd beerkiisa sonkorta ku jirta cuntadii saxuurta ee la soo nuugaa waxa uu jirku isticmaalaa muddo 6 saacadood kadib markaas ayuu jirku isticmaalaa sonkorti ugu kaydsanayd beerka hadaba qofka soomaana hadii uu ku afro wuxuuga timir isla markaana timirtu waa sonkora dhaqso u horshiidmay
waxay si degdeg ah markaa ugu keydsamaysaa beerkii dhiiguna fursad ayuu ugu helayaa in uu dhammaan jirka oo dhan gaarsiiyo nafaqada laakiin ka marka uu furayo iska dhargiyo cunto iyo shiraab jirkiisu ka waxa uu u baahanayaa muddo 3 saacadood oo lagu dheefshiido cuntadii si xidmaha yaryar ugana baxaan macdanta sonkorta jirku isticmaali doono haddii daawadee markaad afurayso aad isku heshid caano iyo timir waa cunto dheeli tiran isla markaana xubnaha jirku uu ka helayo nafaqo dhammaystiran in badan oo dadka reer miyiga ka mid ahi waa kuwa ku nool timirta iyo caano xoolaadka isla markaana waa dad xoog badan oo caafimaadkoodu fiican yahay waxaana ku yar cudurrada kuwooda fudud iyo kuwooda halista ah xagga reer magaalku ay ku yar tahay isticmaalka cunto waddaniga iyo timirta arrimahaas ayaa keenay in reer magaalku in cuntooyinka kale ay ka qaadaan cudurro cusub oo aan hore u jirin sida xanuunka gaasariga haddaba cilmiga xeesha dheer iyo daraasaadka cusub ee bini'aadamku maalinba maalinta ka sii dambaysa alla u sii siyaadinayo ayaa waxa ay soo saareen timirta in bini'aadamku ugu jira faa'iidooyin badan oo ah xagga jirka iyo xagga caafimaadkaba waxaana ugu horreeya xadiidka ka soo arooray xabiibkeena Muxamed Amiin ee uu ku yidhi روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر وحي كوريا البخاري مسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن رسولك صلى الله عليه وسلم ويري qofka subaxii cunay 7 xabood timirta cajwada ah maalinta waxba ma yeelan sun iyo sixirtoona timirtu waxay dhiga u habaysaa xadiga sonkorta hadii qofka subaxii marka uu soo tooso cunay 3 midhi la 7 midho timirra timirtu waxay qofka ka ilaalisaa dhig la'aanta waxaana quwaysaa xubnaha jirka timirta waxaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo cudurrada ku dhaca wadnaha على الاستاج يحانو نذكا داشا حانون كروماتيسم كا تمرتو وحا يجيركا سيسا اوودا في الفرعوني او كوهاو القرد افشيد كو تمرتو وحا يحوتي سا اوود نصيسا هابلسكا درينواتكا وحان افض ذيني معدنا كتر مراه تمرتا اي كمديهين بوتاشيوم مغنيشيوم صوديوم فوسفرس ايرون اي كالشيوم daawadayaal timirtu waxay gabadha uur kale ka caawisaa inay si fudud u dhali karto xilliga dhalmada waxaana ka caawinaya hormoono ku jira midhaha geedka timirta daawadayaal waxaa tusaale cad inoogu ah markii Maryama calayhi salaam ay qabatay fooshii isla markaana ay joogtay meel cidla ayaa waxa Allah u sheegay in ay lusho geed timireed isla markaana ay cunto daawadayaal markaa waxaynu ka qaadan karnaa in timirta la siin karo dumarka xilliyada foosha si Alla ugu dhib yareeyo timirta oo la cunaa waxay ka hortagtaa in xiidmuhu uu ku dhaco cudurka kansarku timirtu waxay u roon tahay indhaha waxaana kor u qaadaa awoodda aragga iyo xubnaha dareenka maqalka timirtu waxay socodsiisaa kaadida waxaana nadiifisaa beerka isla markaana waxay meedha kaliyaha timirtu waxay qofka cadeysan u dejisaa neerfaha waxaana hoos u dhigtaa xadiga warwarka dareenka waxaana qofka kala dagaalanta caajisnimada iyo wahsiga daawadayaal weli waxaynu ku gudajinaa barnaamijkeena nolosha islaamka haddaba xubinta ugu dambeeya barnaamijkeena ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa xubin aan ugu magac darnay caawi walaalkaaga danyarta ah si Alla kuugu naxariisto haddaba warbixintaas oo faahfaahsan aynu si wada jira ku wada daawano أحي أح بدنا ولا لو
inta aynu jeer ee aynu aragno walaalaheena dibta iyo diiftu haleeshay ee aynan ku cibro qaadanayn isla markaana waran wadooyinka gidaarada suuqyada iyo goobaha dadweynuhu ku kulmaan dawade fursadan waxa aynu uga faa'iideyn doonaa in aynu hoos u eegno walaalaheena alla xuskoodi ka qaaday isla markaana cibro inooga dhigay kuwa haysta xuskooda inay ku gartaan nimcada alla ku manaystay waxa aynu ku jinaa bishii ramadaan waxa laga yaabaa in dadka alla xuskoodi ka qaaday inay bisha ramadaan u sii raacday macaluul iyo hoy la'aan ay ka galaan roobabka da'aya haddii aynaan allada isugu naxariisan allana inooma naxariisanayo yaynaan yaraysan fadliga waxbixinta bisha rabadaan hoos u eeg walaalkaaga kaa hooseeya ee aan haysan nolosha ama nimcada alla ku siiyey haddii ay noqoto caafimaad wax la cuno hoy amaba qofkaasoo ah qof da'ah isla markaana ah qof goblan ah oo aan haysan cid iyo ciirsi toona xabiibkeena muxammed sallallahu calayhi wasallam isagoo inoo sheegaya faldiga waxbixinta waxa uu yidhi war naarta iska xigsiiya jeex timirna ha ahaatee walaalayaal waajib ayaa inaga saaran in aynu kaalmayno oo aynu caawino dadka masaakiinta ah ee tabaaleysan ee ku nool jaararkeenna xigtadeenna iyo dadka fuqarada ah ee caydhoobay qof kastoo ka faa'iideyso fursadda waxbixineed ee bisha rabadaan hoosna u eeg danyarta kula jaarka ah ee alla ku imtixaamaya wax la'aanta iyo weliba xanuunno ay la taagdaran yihiin daba daawadayaal TV-ga qaranku isagoo habeen iyo maalin heegan ugu jira muwaadiniinta reer Soomaaliland isla markaana la qaybsanaya dhibta ayaa waxa aanu booqanay toddobaadkan Xasan Maxamed Cabdi oo ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland isla markaana ah wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka naafada ah ee taagta daran ee xanuunkan dhulyaalnimadu ay jiifisay tan iyo dhalashadiisii oo haatan laga joogo 26 sano waxaana uu ka soo jeedaa qoys tan yar ah isla markaana waxa uu ciirsiyay hooyadii iida sheekh oo dhibta iyo rafaadka ay u marayso wiilkeeda alla dartii ugu samirtay iyadoo quudka maalinlana gacanteeda ugu soo saarta haddaba ummadda islaamka ah waxay hooyo iido si sharaf leh ugu codsanaysa in si naxariisi ay ku dheehan tahay loo soo caawiyo wixii mucaawina ahna loogu soo hagaajiyo lambarkeeda shaashadeeda ka muuqda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogtaba waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo addoon ilaahay ka beeray oo xanuunsanaya haysata adoonkaas oo jiray 26 sano amba 27 sano kulba tiradu intay tahay wax caawima ah iyo wax taakulaynana aanan ku helin ilaahay mooyaa bini aadam aanan ka helin alxamdulillaahi rabbil caalamiin wixii ilaahay na siiyay ayuu baan haddana cunnaa marka walaalahayga islaamka waxaan ka codsanayaa in ay iga soo caawiyaan adoonka wixii rabbiga caasiiskii ugu dhiibay inay adoonka iga soo caawiyaan oo wixii taakulaynahay in daawadayaal xubintaas ay ugu dambeysay barnaamijkeena nolosha islaamka barnaamijka waxaa inoo soo saaray cabdifatax abu fatax dhinaca kamaradana waxaa si aga la'aan inoogu heelanaa saaxiibkii cabdi cumar jibriil iyo maxamed cabdi qalinle farsamada iyo habeentana waa saaxiibkay maxamed deeq waxaana idin soo jeedinayaa anigoo wahiib yuusuf axmed inta aynu ku kulmino barnaamijkan mid la mid ah haddii allaydmo aniga iyo dhammaan asxaabtii barnaamijkan igala qayb qaadatay dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم بها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا.